يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأن تقسيم التوحيد هو أمر اصطلاحي لا مشاحة فيه؟ لا يا أخي، ما هو باصطلاحي، هذا مأخوذ من القرآن. تقسيم التوحيد مأخوذ من القرآن، ما هو باصطلاحي. الآيات التي تتحدث عن أفعال الله هذه في توحيد الربوبية، الآيات التي تتحدث عن العبادة هذه في توحيد الألوهية، الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته هذه في توحيد الأسماء والصفات، هذا مأخوذ من القرآن، ما هو باصطلاحي. اللي يقول أنه اصطلاحي كذاب أو جاهل ما يدري. نعم.